السلام عليكم البنات، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتي وقناتكم إبداعات خديجة. نتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة. في هذا الفيديو غادي نوريكم واحد الدواء اللي هو جد فعال بالنسبة للعيالات أو الرجال اللي كيعانيو من فطريات الأصابع، واللي سميتو فونديرما. هاد المستحلف هو عبارة عن مستحلف، فهو جد فعال، قمت بتجربته وعطاني نتيجة رائعة. فهالوصفة أنا كنقدمها لكم وصفة مجربة 100%. فاش غادي نقول لكم بالنسبة لهاد الدواء، فهو ما كيحتويش على مواد ضارة، يعني ما تخافوش منه، فقط كيتواجد فيه ملح الصوديوم. جربته بنفسي، وهذا لأني كنت كنعاني من فطريات الأصابع بالأرجل ديالي مدة 10 سنوات. قمت بزيارة الطبيب عدة مرات، وصف لي العديد من الأدوية غالية الثمن وما أدت بأي نتيجة. أيضا استعملت طرق طبيعية، وصفات طبيعية، كذلك لم تفضي بأي نتيجة. كيفاش تشافيت من هاد أو لا كيفاش تشافيت بوسطة هاد الدواء اللي هو سحري؟ فالأم ديالي نصحتها واحد صاحبتها باستعماله، وهي استعملته في الأيدي ديالها، كانت كتعاني من الفطريات بالأيدي ديالها. فكيفاش غادي نقول لكم، قبط لا يعني تقريبا مدة 15 يوم حسات بواحد التحسن، وحسات أيضا بأن الجلد ديال الأصابع ديالها وبالأصابع ديالها شنو نقول لكم، ما بقاتش فيه الفطريات، ما بقاتش كتعاني من ديك الحكة. حتى أنا ملي استعملته يعني بسرعة زالت مني ديك الحكه اللي كانت في الاصابع ديالي. ايضا الاظافر ديالي بداو كيتحسنوا. يعني كنت في الاول كنت كنعاني من واحد الحكه اللي فعلا مؤلمه، وبالنسبه للبنات او العيالات اللي كيعانيوا من هاد الكزيما فما عارفين شنو كنعني بمؤلمه، يعني كتحكي لدرجه ان الدم كيسير. فالحمد لله تشافيت منه، يعني راه تقريبا مده 10 سنوات، راه ماشي سهله، راه ما خليت ما جربت، وغير كنجرب الادويه وكنجرب المواد الطبيعيه والوصفات الطبيعيه، كدوز واحد المده فكيرجع لي، يعني تقريبا مده شهر كيرجع لي، خصوصا في فصل الشتاء، لانه فصل الشتاء كتكون التهويه ديال الارجل ما كتكونش تهويه، ملي كنتوضى وكنعاود عاوتاني كنلبس التقاشر وكيبقى داك الماء ما بين الارجل ديالنا، فهذا هو اللي كيسبب في الفطريات. فالحمد لله بعد ما استعملت هذا الدواء يعني شكرت ربي وحمدته، ما بقيتش كنعاني من هذه الكزيمة. فهاد الدواء منه انواع، يعني فيه نوعان. النوع الاول هو هذا كيستعملوه الناس اللي عندهم الجلد ديال الارجل ديالهم او الايادي كيتقشروا، يمكن ليهم يستعملوا هذا المستحلب. كاين عاوتاني نوع اخر اللي هو بنفس السميه فونديرما، وهذا بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم دوك الفقاعات، دوك اللي كيكونوا عامرين بالماء في الجلد ديالهم، هذوك كياخذوا بوماد ديال فونديرما، بوماد كيستعملوها. بالنسبه لطريقه الاستعمال، فكيف ما غادي نقول لكم، هذا المرض فهو معدي، يعني الا لبستي حذاء ديال شخص اخر كيعاني من هذا الكزيما يقدر يرجع لك. دائما خصك تكوني حاضره وحاضيه، حاضيه حتى الجوارب اللي كتلبسي ما يستعملهمش معاك شي واحد، او حتى الاحذيه. فكيف ما قلت لكم، فهاد المرض فهو معدي، وخص ضروري انكم تقوموا بغسل الفوط اللي كتستعملوا لمسح الارجل، الجوارب ديالكم، وايضا الاحذيه ديالكم ما تكونش مشتركه مع اشخاص اخرين، يعني تكوني ما تكونيش مشتركه الحذاء ديالك مع الاخت ديالك او لا مع الام ديالك، كل شيء يكون مفصول، باش الا تشافيتي ما تعاوديش عاوتاني تعادي من هاد الكزيمة. اذا بالنسبه لطريقه الاستعمال هذا الدواء، فاول حاجه ضروري انك تغسلي الارجل ديالك بصابون الحجره، وايضا بالنسبه للجوارب والفوط تنقعيهم في ماء الخزامه وتعاودي تغسليهم. فالخزامه معروف عليها كتنقي من الفطريات، فكتكبي كتاخدي تقريبا 3 المعالق كبار من الخزامه، وتكبي عليهم ماء سخون او ماء مغلي، ثم كتنقعي فيهم الجوارب ديالك، ومن بعد كتغسليهم. بالنسبه للارجل كيف ما قلت لك كتغسليهم بصابون الحجره.
اما بالنسبه للدواء فكتستعمليه مره في بالليل ومره بالصباح، يعني جوج المرات في النهار، وكتلبسي الجوارب ديالك. من بعد السيمانه الثانيه كتستعمليه مره واحده في النهار يعني بالليل، وكتنعسي، وفي الصباح كتغسلي رجليك. اما بالنسبه للثالث سيمانه ف بالتدريج، وكتولي ديري مره مره لا، يوم يوم لا، حتى توقفيه، بحيث هذا الدواء ما خصوش يتوقف بطريقه سور بلاس، توقفيه لا، خصك توقفيه بطريقه تدريجيه غدا 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 حتى صافي ما تبقايش تستعملي. والنتيجه كنقول لكم يعني رائعه، يعني الا ما بانش لكم في السيمانه الاولى راه غتبان لكم في السيمانه الثانيه، على حسب المده اللي بقات فيكم ديك الكزيما، يعني اللي بقات فيه 10 سنين حتى 11 عام راه غادي تتشافى لي في مده 15 يوم 20 يوم. اما من اللي بدات فيه راه دغيا غادي تحيد، يعني على حسب مده الكزيما شحال بقات فيك، او فطريه الاصابع المده اللي بقات لك فيه. اما بالنسبه للثمن فهو كيف ما كتشوفوا جد رخيص، يعني تقريبا 14 درهم وربع او 20 سنتيم، فرخيص وفي متناول الجميع. يعني انا قمت باخذ علبتان، هذه العلبه هذه كيف ما عرفت راه سالها التاريخ، راه تقريبا راه سالها في 2018 شهر 10، يعني راه داز. فقمت باخذ علبه اخرى احتفظت بها، حيت هذا النوع ديال الادويه بعض المرات انا بالنسبه ملاحظه مني انا كنلاحظ انا بعض الادويه اللي هي فعاله، ملي كتمشي تتعاودي تشريهم من الصيدلي كيقول لك راه مقطوعين. فانا باش ما نطيحش في هذا المشكل قمت باخذ علبه اخرى وغادي نحتفظ بها، فالمده اللي غادي يعني تاريخ انتهاء الصلاحيه فهو 2021. ها هو احتفظت به بالنسبه لشي واحد محتاجه ولا شي حاجه نعطيه ليه. يعني كيقطعوا بحال هذا النوع ديال الادويه، وفعلا ملي مشيت ناخذه من عند واحد الصيدليه قالت لي راه مقطوع، مشيت عند صيدليه اخرى لقيتو عندها لحسن الحظ. ف اللي كتعاني من هذا المرض فمن الاحسن انها تاخذ هذا الدواء، رخيص بزاف و يعني فعال، ممكن يحتويش على مواد مضره كيف ما قلت لكم. وكنتمنى انني فدتكم بعض المعلومات حول هذا الدواء. فالمزيد من المعلومات يمكن لكم تمشيو عند صيدلاني وغادي يعاون وغادي يعطيكم معلومات اكثر وغيفيدكم اكثر حول هذا الدواء. فالى هنا كنكون وصلنا لنهايه تاع الفيديو، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم اللي كتشجعني وكتدعمني وكتخليني نستمر في وضع فيديوهات جديده لكم. وايضا بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم الصديقات ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي في الواتساب اللي كيتعم الفائده. فانا عارفه هاد الحاسه بالناس ولا بالعيالات اللي كيعانيو من الكزيما، يعني ما الحن نال يعني ما خلاو ما داروا وباقى الكزيما. فانا كنصحهم بهذا الدواء، يعني ما كيحتاجش وقت طويل في التحضير ديالو، يعني كتاخدي من عند الصيدلاني وكتقومي ديريكتومون بتجربه. اذا كان لديكم اي تعليق او اي استفسار فالموجود وضع في علبه التعليقات، وكنتمنى لكم يوم سعيد والى فيديو جديد ان شاء الله.